صفيت البلار وانا قضيت ايامي ترن 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 عطشان قوي بالنار بالله عليك يا الهارب ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايب فيها عجايب في مصايب بالله عليك قوي بالنار وعطشان مساء الخير، معكم ايوب العمراوي من مدينه سطات، مطرب كنغني الطرب الكلاسيكي العربي المغربي الشرقي بما فيه المشاهبي الغيواني تقريبا حتى الغربي لا احفظ، ما عنديش مشكل. الغناء عندي، الغناء هو فطره جينيه، الانسان ملي كيتزاد من اول في بدايه الطفوله ديالو تيكون تيتاثر بشي حاجه معينه، كيف عليه الا سمعها وتاثر بها وبدا كيقلدها هذه كيتبين انه عنده موهبه، فهذاك الشيء اللي يسمع وبدا كيكرر وبدا كيقلدو. بدات عندي هذه الموهبه من الصغر، اي حاجه سمعتها كنسمع باطمه كنتاثر به، كنسمع البشير عبدو كنتاثر به الى اخره الى اخره. بديت كان نكبر شي شويه كنعرف شنو هي المقامات الموسيقيه، شنو هي القواعد، من ثم تعلمت الاحتراف. انا الان مطرب محترف وكنتحرك بوحدي، يعني ما عنديش يد العون، كنتحرك بوحدي، كندير بزاف د الحوايج، كنسافر، كنمشي للشمال، كنمشي للجنوب، هادشي واخا ولو ان المغرب يعني معروف ان المشاكل اللي تعاني منها بخصوص الميدان الفني، فكنحاول نفتش على مكان فين نقدر نشتغل، يعني في الاماكن الخاصه بالموسيقى ونشوف موسيقيين الى اخره الى اخره. فاذا بيا مدينه بحال سطات، مدينه شي شويه من ناحيه الفنيه ما 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 ما, غاد ما غاد تعطينيش، ولكن مع ذلك هذه بلادنا خصنا نحاول ما يمكن اننا نهزو بها والى اخره، ولكن ما الظروف ما تتساعدناش. الامر ما فيه حاليا، ملي كنكون مثلا ملي كنكون في سطات تنجي عند العائله وتنجلس معهم الى اخره، ولا تنبقى غالبا تنكون مستقر هنا، كنلقى عراقيل مثلا فين فضاءات فين نقدر نشتغل، فين نقدر مثلا نشوف نلقى موسيقيين، يعني كنحس براسي شي شويه بحال مسجون، يعني دابا بحال داك الطير الحر الا شديتي كبلتيه درتيه فواحد القفز فواحد القفص ولا فواحد وهذا ولا 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 ولا, ولا واخا مثلا الا شديتي هذاك الطير ولا هذا ولا كان هذاك الطير بوحده مثلا فواحد واحد الفضاء معين وفواحد البلاصه اللي هو بوحده، يعني ربما داك الطيور اللي بحالو انقرضوا كيبقى هو بوحده، صعيب عليه يعيش بوحده. دونك هذوك الطيور كيخصها تكون جماعه، ما يمكنش هذوك الطيور ولا ما غيكونش توالد، ما يكونش تكاثر، ما يكونش بزاف الحوايج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.